نتوجه إلى البرلمان البريطاني، ينضم إلينا من أمامه موفدنا عصام عكرماوي. عصام، التصويت جاء بنعم لصالح الضربات، كان يعني بأغلبية جيدة، كيف انعكس ذلك خارج البرلمان؟ يعني هناك مظاهرة صغيرة في ساحة البرلمان حمدان. النتيجة التي أعلن عنها قبل دقائق من الآن لم تكن مفاجئة للكثيرين. رئيس الوزراء كاميرون وأعضاء حكومته كانوا قد صرحوا في السابق أنهم لن يطلبوا التصويت قبل أن يضمنوا الحصول على النتيجة التي يريدونها، وهذا بالفعل ما حصل اليوم. جزء من أعضاء حزب العمال المعارض صوتوا إلى جانب الحكومة ضد رغبة زعيم الحزب جيرمي كوربن، الذي منح أعضاء حزبه حرية التصويت. في هو كان يعلم أن هناك عدد لا بأس به من أعضاء حزب العمال يرغب بالتصويت لصالح اقتراح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بمشاركة سلاح الجو الملكي البريطاني بالغارات على مواقع ما يسمى بالدولة الإسلامية في سوريا، توسيع رقعة هذه الغارات التي حتى الآن اقتصرت على غارات ضد التنظيم في الأراضي العراقية، لكن الآن سيتم توسيع رقعة الغارات لتشمل الأراضي السورية أيضا. طيب، ما الذي يمكن لحزب العمال المعارض قوله الآن بعد ربما هذه الهزيمة التي مني بها؟ يعني حزب العمال طبعا حزب ديمقراطي سيقبل بالنتيجة الديمقراطية، كما قبل حزب المحافظين الحاكم قبل عامين عندما صوت البرلمان بأغلبية ضد مشاركة القوات البريطانية في العمليات العسكرية في سوريا. التصويت وقتها كان ضد القوات الموالية للرئيس بشار الأسد. اليوم انعكست الآية، والتصويت كان لصالح اقتراح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالمشاركة بناء على طلب فرنسا. بريطانيا حريصة على إبقاء التحالف الغربي كما قال رئيس الوزراء في مداخلته في البرلمان. أيضا تطرق إلى موضوع أن تهديد ما يسمى بتنظيم الدولة أيضا يشمل بريطانيا، وأن على بريطانيا واجب أخلاقي بالإضافة إلى الالتزامات السياسية أن تتصدى لهذا الخطر قبل أن يصل إلى الأراضي البريطانية. شرح ذلك في خطابه أمام البرلمان اليوم، الذي طلب فيه من أعضاء البرلمان التصويت بنعم على اقتراحه. من أمام البرلمان البريطاني موفد بي بي سي عصام عكرماوي، شكرا جزيلا لك.